السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ باليوم التدريبي الأول إن شاء الله اللي هو بداية الملزمة مالتنا. طبعا احنا انطينا الملزمة كلها، يعني شوف الأساتذة موجود بالملفات، دزيناها على شكل PDF. ونبدأ بالمحاضرة اليوم التدريبي الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة على محمد وآل محمد. نبدأ إن شاء الله. أول سؤال يجي، ما هي المواصفات العالمية للنفط الخام؟ مواصفة العالمية للنفط الخام، نقول مواصفات، إذا النفط الخام هذا اللي نتعامل وياه سواء خفيف أو كان ثقيل أو نقي أو إلى مواصفات خاصة. هاي المواصفات الخاصة الأساس من عندها أولا تحديد أسعار النفط الخام، ثانيا معرفة مدى نقاوته لأغراض التكرير أو لأغراض التصدير أو لأغراض المعالجة، حقيقة لأغراض المعالجة. ثلاثة، المهم أيضا أنه معرفة نسبة الملوثات البيئة. لكي نعرف ما هي المواصفات العالمية للنفط الخام يجب علينا أن نتعلم ما يلي. أولا النفط الخام شنو تعريفه، شنو نظريات تكوينه، شنو شروط تكوينه، يعني هذا النفط الخام نقول عليه النفط. عادة الشباب أو الأغلب المشاركين هم متعاملين ويا النفط الخام، بس الشباب الجدد بالتعيين أو بالوظائف مرات نبدأ وياهم من البيس وبعدين شوي نصعد. طرق الاستكشاف وطرق الحفر والإنتاج بعدها نتعلم عليها. التركيب الكيميائي للنفط الخام، شنو النفط الخام، يعني من نقول عليه هذا خفيف لو ثقيل شنو نتوقع به. تصنيف النفط الخام ومعالجة النفط الخام، شنو نسوي للنفط الخام من يطلع، وتقييم النفط الخام والفرصات المستقبلية. حتى نرجع عليهم، هذا السلايد تقريبا هو كل الدورة الموجودة عندنا. نبدأ من تعريف النفط الخام إلى الفحوصات المختبرية. بعض المشاركين هم اختصاصهم فحوصات مختبرية، حيلاحظون إنه كل حد شيء نربط ويا كل معلومة شو وقت نفحص المختبر وشنو الفحص شلون يبين عندنا. بعض المشاركين الآخرين يمكن نشوفناهم اختصاص مثلا مشغل فني أو اختصاص هندسة نفط، يمكن بعيد عليه الفحوصات المختبرية. اللي عنده من نوصل لأي ملاحظة على فتشي حشيناها يسألنا حتى نقدر نعيدها حتى عملية النقاش. النفط الخام أول تعريف هو خليط معقد من عند الهيدروكربونات يوجد في الحالة الصلبة، طبعا قليل من الحالة الصلبة والسائلة والغازية، تبع لدرجة الحرارة والضغط اللي أصلا تكوينه. والواقع أن جميع أنواع النفوط الخام المستخرجة من باطن الأرض تكون يا أما بالحالة السائلة أو بالحالة الغازية. كذا سائل نسميه نفط خام سائل، أو حالة غازية يطلع عندنا نسميه غازات. هنا الملاحظة اللي عندنا شباب أنه نركز على كلمة هو خليط، خليط معقد، خليط معقد، يعني هذا المكون من النفط الخام بي مو مكون واحد. ودليل إحنا من راح نجي نفحص أبسط فحوصات اللي هو فحص الجي سي أو فحص الديستليشن اللي هو التقطير أو غيره، نلاقي بيه أكثر من فحص، يعني أكثر من ريزلت أو أكثر من نتيجة. السبب انه هاي الكلمة هو خليط من عدة مواد هيدروكربونية هو السبب اللي يخلينا تطلع لنا مجموعة نتائج. يعني لو نجي نفحص الجي سي مثلا او الكروماتوغرافيا الغاز لفحص مكونات هذا النفط الخام، نلاقي يحتوي على كثير من القمم او البيكات، والسبب انه هو خليط. لو مادة واحدة او مادتين ممكن يطلع لنا بيك واحد والبيكين، واللي يعرف شنو البيكات، هاي الذروات او القمم او المثلثات نفس الجهاز مال التخطيط، الورقة اللي تطلع عن تخطيط مال القلب، هذا اللي نقصد به اللي مو اختصاصه. فهو خليط معقد، وخليط معقد ليش خليط معقد؟ لأن يعني الصراحة من نجي نعرف مكوناته نلاقيه هو بمكونات نريدها، وكم مكونات ملوثات بس ذائبة، وكم مكونات غير ذائبة. إذا هو الخليط صار معقد عندنا، فتحتاج إلى عمليات معقدة لفصله. من نجي ناخذ النفط الخام لو نشوف هاي الالوان مقابلنا، نلاحظ انه اكو تدرج لوني يبدي من الفاتح، وقليل من هاي النفوط موجودة، يبدي من الاصفر من رقم 1 الى 3 5 7 اللي هو التدرج مال الكلر ميتر، يبدي تدرج من الناحية الخارجية. فهو ساذج في لونه يبدي من الاصفر والبني، وفي بعض الاحيان يكون لونه الاسود. اول ملاحظة راح نتعلمها
المظهر الخارجي ككيميكال ككيميكال او كفاحصين مختبرين او مشغلين فنيين، نفوت المظهر الخارجي مالتها اللون هذا دليل على المنتج ممكن نشوفه به شوائب او منتج بيكون ثقيل او غير ثقيل. فكل ما يكون اللون اكثر عمق نتوقع به ملوثات اكثر او يكون ذو كثافه اعلى. الراجع انه ايش قد نتوقع انه اللون هذا الى يعني قد ما يكون بسيط بس الريزلت اللي حصلها او النتائج اللي حصلها من عده كبيره. يعني اللون الداكن رقم 7 نتوقع ان نفس الخام مالتنا يحتوي يا اما يكون ثقيل يا اما يحتوي على ملوثات اكثر اللي هي تغير من الخصائص مالته، ممكن تاكسده ممكن تلوثه. فاللون دلاله على انه اللون اكثر كذا او اكثر ملوثات. وعاده المنتج هذا النفط الخام هو اخف من الماء، والدليل اذا وضعنا مجموعه قطرات من النفط خليناها على الماء اكيد راح يطفو لان فرق الكثافات هو اخف. وتطلع مرات الاي بي اي مالتنا تبدي او ما درجه طاحه البترول الامريكي من 10 الى 50 في ظروف القياسيه. ظروف قياسيه شباب نقصد بها حراره وضغط وكل ظروف الفحص مالتنا اللي راح ناخذها بعدين. فدائما نقول في ستاندرد كونديشن او ظروف تشغيليه او ظروف القياسيه اللي هي نعتمدها اصلا. اذا هو اللون دلاله ثانيه على المواصفة. فأنا لو أجيب لك نموذجين ما أقول لك الكثافات، أقول لك رقم 1 وأقول لك رقم 7، يا الأفضل برأيك؟ راح نتعرف عليه لازم يكون الإجابة يمكم. فلو 1 لو 7 الأفضل عندنا يكون الملاحظات اللي أخذناها. النفط الخام هو خليط معقد هيدروكربوني، إذا هيدروكربوني يحتوي بالأساس على الكربون ويحتوي على الهيدروجين. لو نجي ناخذ النسب مال الكربون والهيدروجين من 100 ناخذ المينيمم كنسب مئوية 83.11 نلاقي صار 94. هذا حدود الدنيا 94% اللي هو الكربون والهيدروجين. ممكن يصير عندنا 100% هذا النقي، وهذا حالات نادرة عندنا الكربون والهيدروجين. شنو باقي المكونات؟ تحتوي على الكبريت والنيتروجين والاكسجين وعناصر فيزياء. كل ما تزداد بها هاي المكونات الكبريت والنيتروجين والاكسجين وعناصر الفيزياء كل ما تزداد في داخل النفط الخام كل ما تقلل من جودة مالته. يعني النفط الخام اللي يحتوي على نسبة كبريت عالية اللي هو من 1 إلى 3 نلاقيه أقل جودة. يعني شنو أقل جودة؟ اللي يسبب لنا مشاكل أكثر، وهاي المشاكل تقلل من سعره. نفس الشيء بالمركبات الأكسجينية والنيتروجينية وأيضا المركبات أو العناصر الفلزية. العناصر الفلزية من مشاكلها اللي هو مثلا تساعد على تكون الماء المستهلك اللي راح ناخذه. الاكسجين يسبب لنا بصفات حامضيه، الكبريت بصفات حامضيه، وصفات الحامضيه تسبب لنا تآكل. النيتروجين بصفات قاعديه اللي يسوي لنا الجاما والرزن ممكن يسبب لنا انسداد تكون الاسمار. فبين المركبات الكبريتيه والنيتروجينيه والاكسجينيه بها نوعين، نوع حر مثل H2S ممكن يتطاير، ونوع مرتبط مع المركبات فهذا يكون المركبات العضوية فهذا فيه مشاكل، هذا يكون ذائب داخل النفط الخام. لهذا السبب احنا قلنا بالتعريف الاساس انه هو خليط معقد، يعني يحتوي على بداخل على مركبات مثلا اكسجينية بداخل جزيئة عضوية، هذا يكون ذائب النفط الخام تحتاج الى معالجات معينة ناخذها ان شاء الله. حتى يتكون هذا النفط الخام قبل ما ندخل شروط تكوين النفط الخام ونظريات تكوينه، احنا لازم هذا النفط الخام ماكو دراسه ثابته 100% انه تقول شلون اجى هذا النفط الخام، بس اكو نظريات لتكوينه. فقلنا نظريات تكون النفط الخام واكو شروط عمليه، يعني شروط عمليه حتى يتكون النفط الخام يلا يصير عندنا سائل هذا نسميه النفط الخام. فمن الشروط الاولى اولا مراحل وشروط تكوين النفط الخام. المرحلة الأولى يسموها مرحلة التكوين. هاي مرحلة التكوين حيث يتم في هذه المرحلة تكوين النفط الخام يجب أن يتوافر ما يلي: المادة العضوية اللي راح ناخذها نشوفها منين جاية والتي يجب أن تتواجد بتركيز عالي وفي طبقات الصخور، وتسمى هاي الصخور بالصخور المصدر source rock صخور المصدر.
هاي الصخور لازم تحتوي بداخل على مركبات عضوية. ثانيا لازم عندنا وجود الحرارة. ثلاثة وجود الضغط المناسب في الأعماق الكبيرة. طبعا كل ما يزداد الأعماق أكيد يزداد عندنا الكثافة مال الصخور وكذا، والضغط يزداد عندنا فيتكون النفط عندنا. وتعد هذه المراحل الثلاث بنقاطها الثلاث من شروط تكون النفط الخام: حرارة وضغط ومادة عضوية. إذا موجودات يبدأ يتكون النفط. المرحلة الأخرى اللي هي يسموها مرحلة الهجرة، وهي المرحلة التي يهاجر فيها النفط من مراحل أو الصخور المتكونة من عنده اللي هي سورس روك إلى عالية الضغط إلى مناطق أخرى ضغطها أقل، والتي تتم بعاملين وهما أكو فرق عندنا بالضغط ما بين السورس روك أو صخور المنظر إلى، وهو القول المسؤول عن تحريك الضغط. ضغط عالي يدفع السائل إلى مكان أقل، هذا القاعدة الثانية. وأكو شقوق وكسور في الصخور، عندنا كراكينج يصير للروك، فمن يصير عندنا كراكينج أو تكسر الهجرة يعني يسمح لنفاذ النفط الخام ومكوناته عبر هاي الصخور، فهاي يسموها مرحلة الهجرة. المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة التجمع. مرحلة التجمع يعني نقصد بيه إنه النفط الخام يكون بحاط بصخور غير مسامية، هاي يسموها غير مسامية، لا تسمح لنفاذ النفط الخام عبره. يعني مثلا لو احنا نقول العراق من جهة الغربية، نلاحظ إنه الأردن نسبة النفط عندها أقل، بالرغم إنه احنا وادي، احنا محاط بجدار لا يسمح لنفاذ النفط الخام إلى الدول المجاورة مثل الأردن أو غيرها. والعراق هو أصلا وادي، فالسلوب ماله يمكن يكون أفضل إنه لصالحنا. فدنش على الصخور، هاي الصخور لا تسمح بنفاذها، فممكن يكون المصير النفطي أو المكمن النفطي، هذا المكمن النفطي يحفرون فيه عدة آبار، وواحدة نافذة على الأخرى، بس ما تكون ما بين مكمن ومكمن، لا أكو فرق بيناتهم، أكو بالصخور. إذا المرحلة الأولى تكون النفط الخام بشروط الثلاثة، المرحلة الثانية ينتقل النفط الخام من الأعلى ضغط إلى الأقل ضغط، والثالثة راح يتجمع بمكان واحد فصار مكمن نفطي أو يسموه المصيدة أو غيرها ويسموه غير اسم. العوامل التي جعلت من حوض الترسيم العربي من أغلى المناطق البترولية، يعني العراق أو دول الخليج، ليش العراق ودول الخليج مالتنا غنية بالنفط؟ أكو شروط معينة ممكن هاي الشروط فيها مجال التعديل. أولا حدوث الترسيب في ظروف تكوينية هادئة. ثانيا تشكيل مصائد البترول التركيبية قريبا من الصخور الأم، يعني المواد الأصلية المواد العضوية الموجودة بالسورس روك بصفها صارت الصخور المهاجرة صارت قريبة عليها، فيسمح اصلا بتكون البترول من البداية في الصخور في هذه المصائد، كما ان هذه المكامن كانت جاهزة قبل بدء هجرة البترول، هي اصلا مكامن جاهزة. ثلاثة ندرة الحركات الارضية، يعني مثلا الزلازل، ولا شملنا احنا بالزلازل، زلازل ارضية وبراكين، هذا الحوض الخليج العربي، عدم تداخل الطبقات وعدم حصول تكسر لهذه الطبقات، فتلاقي النفط محافظ على مكانه. بناتج النفط الخام يعني لو القارن نفسه بغير دول يساعد زلازل كميات أكبر، فممكن حركة الصخور تسمح بتسرب هذا النفط الخام من طبقة إلى طبقة. عدم تعرض المنطقة بشكل عام لعمليات التعرية لفترات طويلة، هاي الشروط أو العوامل التي جعلت من حوض الترسيب العربي من أغلى المناطق البترولية في العالم. راح نرجع للنظريات تكون النفط الخام، عندنا عدة نظريات، حوالي خمس نظريات أو ست نظريات، بس النظرية الأكثر قبولا نسميها النظرية العضوية، وبعد النظرية اللا عضوية، وراها الكونية البركانية وهدرجة الفحم. كل هاي النظريات إلها أكو إلها دلائل على ثبوتها، وأكو دلائل أيضا على عدم ثبوتها. فلو نجي نأخذ النظريات مالتنا هسه، النظرية العضوية، اللا عضوية، هدرجة الفحم، والنظرية الكونية، وبالأخير النظرية البركانية. النظريات الثلاثة راح نتطرق لهم كثرة، بس هي واضحة. مثلا النظرية البركانية تثبت لأنه
نفط الخام جاية من الانفجارات البركانية، وفاحصين الحمم البركانية لاقي مكوناتها تشبه مكونات النفط الخام. كذلك النظرية الكونية، من يفحصون النيازك يلاقي مكوناتها نيازك تشبه مكونات النفط الخام، فيقولون الأصل أصل النفط الخام تكون أثناء تصلب الأرض بالانفجارات الكونية الشمسية. أثناء الانفجار بدأت كتلة الأرضية تتحول من الحالة السائلة للحالة الصلبة، بهاي الفترة بدأ يتكون عندنا النفط. ونظرية هدرج الفحم، ممكن الفحم الهدرج بطريقة معينة يطلع عندنا السلين، وهذا السلين هو واحد مكونات النفط الخام. النظرية العضوية، النظرية العضوية تنص هذه النظرية على أنه النفط الخام الحالي اللي هو العضوي أصل عضوي، والدليل منين جاي؟ جاي من النباتات ومن بقايا الحيوانات، والحيوانات اللي تعرضت للفترات السابقة إلى أثناء عمليات التجمد وغيرها وتعرض إلى حرارة وضغط معينين تكونت عندنا النفط الخام. شنو الدلالة على تكون هذا النفط الخام؟ أو شنو الدلالة على قبول هذه النظرية؟ أولا وجود المتحجرات البحرية في نفس مناطق وجود النفط الخام. ثانيا وجود منابع النفط بالقرب من سوائل البحار. ثلاثة احتواء النفط الخام على بعض المعادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، وهذه المعادن أصلا موجودة داخل الكائنات الحية. التجمعات النفطية قريبة من طبقات محتوية على كميات كبيرة من المواد العضوية، وهذه الطبقات تسمى طبقات المنشأ. وأكو بعد يعني أسباب أخرى، مثلا يحتوي على مكونات النفط الخام تتأثر بالضوء مثل ما موجود في بعض النباتات أو غيره. في النظرية العضوية يسموها الأكثر قبولا، وهي عندنا الثقافة العامة الموجودة عندنا، وهي النفط جاي من أصل النباتات والحيوانات اللي حصل لها الانجماد وصار لها اندثار، وبالناتج ضغط وحرارة في باطن الأرض صار عندنا النفط الخام. بينما النظرية العضوية لا عضوية تنص هاي النظرية بالأساس أن تقول هذا النفط الخام العضوي اللي عندنا أصله غير عضوي، والدليل لو فاعلنا الكربيد أو الكربونات، الكربيد هي الكالسيوم الموجود في باطن الأرض بوجود ثاني أكسيد الكربون والماء في درجات حرارة عالية، يتكون عندنا مركب اللي هو الأسلين، وهذا الأسلين هي مركبات عضوية. إذن أساس النظرية العضوية تقول إنه النفط الخام أصلا عضوي، لكن تحول بتفاعل هذا الكربيد الموجود في باطن الأرض ما تفاعله مع الماء ممكن يكون الأسلين، والأسلين ممكن يصير عملية بلمرة له، عمليات البلمرة والتكثيف ممكن يتحول من كربون ثنائي أو كربون ثلاثي إلى كربون رباعي، وهكذا عملية بلمرة وتكثيف. ممكن دليل إنه على هذه النظرية وجودها إنه جابوا كربيد الألمنيوم وفاعلوه ويا الماء، كربيد الألمنيوم وتفاعل مع الماء حسب المعادلة الأسفل، أو كربيد الكالسيوم وفاعلوه مع الماء كون عندنا بالأول ميثان والثاني كون عندنا إيثان، كون عندنا ميثان والثاني كون عندنا إيثان، والاثنين الميثان والإيثان هي أحد مكونات الأساسية للنفط الخام. عيوب هذه النظرية أو لم تلاقي قبولا كبيرا للأسباب التالية: كمية النفط الموجودة عندنا بالأساس تحتاج إلى كمية كربيد عالية، وهاي ما متوفرة أصلاً في باطن الأرض حتى طلعنا هاي الكميات اللي استهلكناها والمخزون عندنا. فأول سبب إن الفحص الجيولوجي للأحجار النفطية لا يستدل منه على وجود كميات كربيد فيها وجود منابع النفط بالقرب من سوائل البحار. اثنين، عفوا هذا المقطع بالأخير، وجود منابع النفط هذا خطأ. ثانياً
ان محتوى الارض من كاربيد لا يكفي لتكوين مثل هذه الكميات الهائله من النفط الموجود في باطن الارض. اذا سببين اساسيين لعدم قبول النظريه العضويه، من جو فحصه والفحص الجيولوجي للاحجار النفطيه ما لقوا بها كاربيد، والكميات الموجوده من الكاربيد لا تكفي لتكوين النفط اللي استهلكناه والموجود عندنا. فسببين اساسيين لا تدعم النظريه العضويه. المصادر النفطيه يمكن اخواني في اختصاص الهندسه النفط والجيولوجيين الموجودين عندنا يمكن يعرفوها بتعريف يمكن احلى، فهي اشكال جيولوجيه التي يوجد فيها البترول نتيجه لتوفر شروط معينه. مصادر نفطيه عباره عن اشكال جيولوجيه، صخور غير مساميه. صخور غير مساميه اذا نريد نعرفها تعريف بسيط، هي عباره عن صخور غير مساميه موجود داخلها نفط خام. فاما تكون صخور مكمينيه خازنه والمصائد التي يتجمع فيها النفط، اما تكون مصائد تركيبيه او استطرافيه او مزدوجه. قبل كل عملية حفر يجب أن يكون مسح جيولوجي قبل أن يصير الحفر. فتهدف المسوح الجيولوجية والجيوفيزيائية والتحاليل الجيوكيميائية وكافة الدراسات الناجمة منها والمتعلقة بتفسير نتائجها إلى تعيين مواقع الحفر وإعطاء الرأي الفاصل في تحديد موقع الآبار النفطية، ويتم حفر بئرين استكشافيين أو أكثر. إذا هي دراسات، عندنا جماعة المسح الجيولوجي، جماعة الاستكشافات، هذا دورهم، يطلعون عندهم سيارة خاصة وعندهم عدة طرق سواء بالسيارة بالإكس راي أو بالتفجيرات اللي عندهم. الأساس من عندها إنه يعرفون المكمن النفطي هذا وين يحفرون أفضل مكان بحيث يسحبون أكبر كمية من هذا، ممكن يحفرون كم بئر بهذا المكان. طرق الحفر اللي عندنا، أهم طرق الحفر اللي عندنا حفر المطرقي ودوراني توربيني وكهربائي. هذا اختصاص الحفر وهندسة النفط، هم أعلى من هذا الشيء. طرق الحفر هاي ممكن يسبب لنا إلى إذا رزت معينة بعدين نتطرق لها. طريقة الحفر، الحفر في المناطق البحرية ما راح يفرق عندنا ذاك الحفر، سوى انه هاي المعدات هي تشبه معدات اليابسه بعد تصميم الاجهزه المنع، مثل يضاف لها الارصفه الثابته او اجهزه عائمه متحركه او سفن بحريه. اذا الحفر في المناطق البحريه ما تفرق عن اليابسه سوى اضافه بعض الاجهزه المناسبه مثل منصات او ادوات اخرى. عندنا طرق اخرى هي طرق الانتاج. طرق الانتاج عندنا عاده الاهوال العراقيه الغنيه يتم الانتاج من عندها مباشرة نتيجة الضغط الهائل الموجود داخل البئر، مجرد بس يفتح البئر يطلع عندها النفط الخام. بعد فترة من الفترات انه هذا الضغط اللي بداخل البئر راح ينخفض مستواه. فمن ينخفض عندنا مستواه او كمية الغاز مالته، فنضطر انه فبالناتج مالته راح يقل عندنا النفط الموجود. فنحتاج لو نرجع الى وضعنا الطبيعي كميات السحب من البئر. فيتم رفع يزيدون الضغط هذا عن طريق اما ضغط هواء او غاز موجود بالطرق الحديثه المضبوط، او يحقنون ماء، كما يمكن استعمال مضخات خاصه للسحب. المناطق الموجوده بالنفط العام او النفط الخام الموجوده بالعالم، منطقه شمال امريكا اللي هي الولايات المتحده وكندا، منطقه البحر الكاريبي بنسلولا المكسيك وامريكا الجنوبيه، واللي هي ذني الحاكمات سواء امريكا او فنزويلا حاكمه عندنا بالعالم، ومنطقه الشرق الاوسط كل نفط العالم بيها، العراق السعوديه الكويت قطر ايران، والشمال واوسط اوروبا اللي هي روسيا والمانيا ورومانيا، والشرق الاوسط اندونيسيا والصين، والمنطقه الافريقيه اللي هي بيها ليبيا والجزائر ونيجيريا. ليبيا من ارقى
أرقى النفوذ بالعالم. إذا ذني الست مناطق الأساسية، لكن الحاكم أنا يعني نشوف المنطقة الشرق الأوسط وكمية الخزين الأمريكي تحكم بالأسعار، وأضافة إلى كمية ونوعية الموجودة اللي عندنا في فنزويلا وليبيا. لها خلاص اليوم الأول بالتدريب الأول، وإن شاء الله بعد شوية نرفع عندنا مجموعة أسئلة على هذا اليوم التدريبي الأول، وإن شاء الله نستقبل أجوبتكم أو أسئلتكم اللي تريدوها على المعلومات اللي ما ذكرناها. شكرا جزيلا لكم وفي أمان الله.